السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتحار فتاة بسبب صورة مفبركة، الأزهر يصدر بيانا ويحذر. بعد قضية انتحار فتاة أثر الضغط النفسي بسبب صورة مخلة مفبركة لها، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا حذر فيه من ابتزاز الناس بالاتهامات المنتحلة. وعلى حسابه الرسمي في فيسبوك قال مركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية في بيان اتهم الناس بالباطل والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان جريمة للإنسانية خبيثة قرنها الله تعالى في النهي عنها بعبادة الأصنام والزور، وهو فحش الكذب والفجور فيه. وأضاف البيان ابتزاز الناس بالاتهامات المنتحلة من خلال الصور المزيفة باستخدام البرامج الحديثة أو غيرها من الطرق التي يمكن بها الطعن في أعراض الناس وشرفهم، إنما هو إفك بغيض وإيذاء بالغ وبهتان محرم حذر منه المولى سبحانه وتعالى. ومن مغبة ارتكابه والخوض فيه مشيرا إلى أنه لا أثار هذه الجريمة النكراء على الأفراد والمجتمعات في الواقع الحقيقي والافتراضي، ولتحقيق غايات الإسلام العليا في حفظ النظام العام ومنظومة القيم والأخلاق، توعد الله تعالى فاعل هذه الجريمة بالعذاب في الدنيا والآخرة وحرمه من رحمته سبحانه. وشدد مركز الأزهر على أنه ينبغي أن لا يكون الإنسان متجاوزا لحدود الله خائضا في أعراض الناس، إذ هو بذلك يهون في عيون الخلق ويسوء ما له عند الخالق سبحانه، بل عليه أن ينشغل بمعالي الأمور مما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع في الدين والدنيا والآخرة، لا أن ينشغل بصغائرها وما لا شأن له به. هذا وقال الأزهر الشريف على صفحته في فيسبوك أيضا، مراعاة مشاعر الناس وحفظ سمعتهم في مجتمعاتهم من حقوقهم التي كفلها الإسلام لهم، وتوعد من انتهاكها بسوء العاقبة وعظيم الجزاء. وصنف اتهام الناس بالباطل والكذب ضمن المعاصي الكبرى والجرائم الدنيئة التي لا تنحصر أضرارها على مستوى الأفراد والمجتمعات، والتي تدل على خبث من اتصفوا بها. المصدر الاي ار تي الروسية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.